إجراءات وتدابير استعجالية متعددة همت تلاميذ المناطق المتضررة من الزلزال من أجل مواكبتهم في عملية التحصيل وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم من بين التكفل بإيوائهم ومساعدتهم على الاندماج داخل مؤسسات تعليمية جديدة من ورزازات روبورتاج أمجيد حلاوي ومحمد الرشيد الصورة تبرز حجم الأضرار التي تعرضت لها الفرعية المدرسية الميتر بجماعة تلوات بإقليم أزلال الحجرات التي لم تتضرر يتم استعمالها في استمرار لعملية التدريس إضافة إلى الخيام المعدة لهذا الغرض في انتظار إعادة البناء. إحنا الهدف ديالنا هو في أقرب وقت تم إعادة البناء ديال ديال هاد الفرعية ويكون هذه اعاده البناء في ظروف اللي هي احسن مع المتخابين ومع الجمعيه المحليه تنشوفوا واش ما يكون شي شي عقاري اللي هو يساعدنا باش نبنيو المدرسه بكل المواصفات الضروريه ضد الزلازل برنامج الزياره شمل ايضا اعداديه المختار السوسي بتيديلي ومدرسه اغرم نقودال وثانويه الامام علي ومدرسه الرياده اقويم الاولويه للدعم النفسي ولتنظيم الانشطه الموازيه المعززه للبرامج المقرره. حرصت الوزاره الوصيه على اللقاء بالاطر الاداريه والتربويه بالمناطق المتضرره، اضافه الى اللقاء بممثلي جمعيات اباء وامهات التلاميذ. وتم اتخاذ خطوه سريعه وناجعه امام الفاجعه تتمثل في عدم اضاعه الزمن المدرسي والعوده الى مقاعد التحصيل في اقرب وقت ممكن. إما باستعمال الخيام أو الحجرات غير المتضررة أو الأقسام النموذجية المعدة سلفاً. كما بادرت الوزارة الوصية في بعض المناطق كالحوز مثلاً إلى نقل التلاميذ إلى مراكش بمؤسسات عمومية وخاصة لمتابعة دراستهم وفق نظام داخلي. ويلعب التأطير النفسي دوراً بارزاً في هذه المرحلة لتجاوز آثار الزلزال على التلاميذ. والعودة السريعة لاقسام التحصيل كفيله بان تساعدهم في هذه المرحله الصعبه